السلام عليكم جميعا، معكم زميلكم ماجد الرومان. بهذا الفيديو راح نشرح الموضوع اللي هو الاكزيال سكيلتون. تمام، هسه احنا عندنا حكينا بالمحاضرة السابقة عن الابنديكولار سكيلتون، وهي ايش؟ وهي الاعضاء او اللمس اللي في بادي بتكون ايش عندنا، مش محورية او مش اكزيال او ايش، قواعد من الابندكس. تمام، ذا اكزيال سكيلتون كونسيست اوف ايش؟ السكال، الهيويد بون. هاي الهيويد بون بتكون في الرقبة وبتكون عبارة عن عظمة طائرة زي ما بسموها، لانه ما بمسك عظم. تمام، عندنا الفرتبرال كولوم وهو العمود الفقري، والثوراسيك كيج واللي هو القفص الصدري. تمام، بدنا نحكي عنهم واحده واحده. خلينا نحكي بالبدايه عن السكال. ذا سكال ات از ذا سوبيريور بارت اوف ذا اكسيال سكيلتون. يعني لو تيجي على الاكسيال سكيلتون، او اعلى واحد او اعلى جهاز فيه وهو الاكسيال. تمام، ات articulate with C1 اللي هي الاطلس. تمام، هسه C1 ليش اسمها اطلس او ليش اسمها C1؟ هي السيرفايكال فيرتبري نمبر 1. تمام، بنسميها الاطلس عشان يعني نحكي لكم تحت ليش اسمها الاطلس. تمام، its function to enclose and protect the brain. يعني شو اول شيء؟ بتحوط الدماغ وبتحميه. تمام، عشان هيك بنسميها الكرينيال كافيتي. تمام، اللي هي متعلقه في الدماغ. while also provides the facial skeleton. شو الفاشل سكيلتون؟ اللي هي عظام الوجه عندنا. تمام، فاحنا لما بدنا نيجي نقسم الجمجمه بنقسمها لجزئين. اول شيء الكرينيال بونز او بنسميها النيوروكرينيوم، هذا الجزء هو اللي بيحمينا وبيسكر الدماغ. تمام، اللي هو هذا الجزء، هذا هو النيوروكرينيوم. تمام، وهذا النيوروكرينيوم نفسه بتقسم للقسمين، اول شيء الكرينيال فولت والكرينيال بيس. الكرينيال فولت اللي هي ايش؟ زي هي، هسه بوريكم الصوره، اللي هي زي هاي اللي هو الغطاء تبع الدماغ. تمام، اما الكرينيال بيس وهو ايش؟ الجزء اللي الدماغ بقعد عليه او بجلس عليه. تمام، هسه الجزء الثاني وهو الفيشل بونز او اللي سميها فيسيروكرينيوم. شو ليش فيسيروكرينيوم؟ خلينا نقسمها، فيسيرو من فيسيرال معناها اعضاء، وكرينيوم الجزء المتخصص من السكال اللي بيحمل هاي الاعضاء. تمام، اللي هي شو هي؟ الوجه. تمام، ف which give the framework of the face. يعني هذا الفيشل بونز شو بعطينا؟ بعطينا الوجه. تمام، سواء اسنانك او غيره. تمام، خلينا نحكي عن السكال، عن ايش؟ عن الكرينيال بارت فيها، مش عن ايش، مش عن الفيشل بارت. خلينا نحكي عن الكرينيال بارت. تمام، بس الكرينيال بارت مكون لايش؟ مكون من 8 عظمات. الثمان عظمات شو هم؟ اول شيء الفرونتال بون اللي هي وحده، هي اللي بالازرق. تمام، تو برايتال بون اللي هي بالاحمر، هي البرايتال بون. تمام، البرايتال بون تكون فيه منها على اليمين وعلى الشمال. تمام، وان اوكسيبيتال بون اللي هي الاوكسيبيتال بون. تمام، وان تمبورال بون اللي هي بالنفسجي هاي، وان سفينويد بون. هاي سفينويد بون اللي هي بالاخضر، هاي بتكون شبه الفراشه، والجزء اللي مبين من هاي تحديدا بنسميه الجريتر رينج اوف سفينويد بون. تمام، في عندنا الاثمويد بون. الاثمويد بون مش مبين، اللي هي بتكون هون ورا النيزل كافيتي، لاين بيهايند النيزل كافيتي. خليني اوريكم اياها، مش عارف اذا بلاقيها هون. هي طلعوا هاي الصوره، خليني اكبر لكم. شايفين هذا الاشي الاخضر؟ هذا الاشي الاخضر اللي هو هاي الانف، انت هاي الانف، هذا الاشي الاخضر اللي هو هذا ايش؟ هذا هو عظمة الاثمويد بون. هاي بالازرق السفينويد بون، هاي الاوكسيبيتال بون، هاي التمبورال بون. تمام؟ تمام، خلينا نرجع نحكي فوق عن السكيليتون. خلينا نكمل الحكي. هسه حكينا عن ايش؟ بيقول لك all unpaired except two. شو يعني all unpaired؟ يعني كلهم بيكونوا عبارة عن عظمة واحدة، ما عدا عظمة البرايتال بون والتمبورال بون. هاي البرايتال بون بيكون فيها منها عظمتين، جزء على اليمين وجزء على الشمال، ونفس الاشي لايش؟ للتمبورال بون. تمام؟ خلينا نحكي عن الفيشل بون. الفيشل بون عندنا 14 عظمة مش 8، يعني الوجه يكون من 22 عظمة، 8 كرينيال و14 فيشل. تمام؟ اللي هو كلهم بيرد، هي شايف كلهم بيرد ما عدا ثنتين، يعني اي شيء بحكي لك اياه حيكون في منه عظمتين. تمام، الزيجوماتيك بون، وهي انا محددهم بالالوان، الزيجوماتيك بون اللي هي الزهريه. تمام، المكزيلا بون اللي هو هي ثنتين، هي واحده هي ثنتين. التو نيزل بون اللي هي واحده خضراء هون وواحده خضراء ايش هون. تمام، في عندك تو لاكريمال بونز، اللاكريمال بونز اللي هو هي بالازرق الفاتح او النيلي زي ما بسموه، مش مبين منيح ولكن بتبين من جنب، ولاكريمال من دموع. تمام، هاي العظمه يعني بتحوط اللي هي اللاكر ملساك اللي بتنزل لك الدموع. تمام، هون شو بقول لك؟ الزيجوماتيك بون هي التيك بون. تمام، ليش؟ لانك لو انت لو حطيت ايدك هيك عن زاويه عينك نزلت تحت بتحس في عظمه بارزه، زي هاي الزيجوماتيك بون، وهي ايش؟ التيك بون او عظمه الخد. المجزيلا بون وهي ايش بتسوي لك؟ بتسوي لك الابر جو، يعني هي شايف هذا الفك العلوي اللي مين بتسوي؟ المجزيلا بون. النيزل بونز هي سمول، عظمتين، انفورم ذا بريدج اوف ذا نوز، يعني لو اجيت انت بين عينيك
تمام، ومشيت هيك اصبعك بين عينيك حتلاحظ انه في عظمه. هاي العظمه هي عباره عن عظمتين اسمهم تونيز يا البوند. تمام، اللاكريمال البوند ما بتكون مبينه، بتكون مغطيه في العين، ولكن وريتكم اياها وشو وظيفتها. بتكون قد ذا ميديال وول اوف ذا اوربت، يعني في العين جوا، تمام، في محجر العين، بتكون على الميديال، على الجهه الميديال، يعني بتكون على الجهه، وبتكون زي ما بنقول يعني ميديالي، تمام، للعين. وان فومر بون، شو هي الفومر بون؟ هي اللي هي بالازرق الغامق، تمام. هاي الفومر بون هي عباره عن جزء العظمي اللي بيقسم لنا الانف لقسمين. هسه في احنا ايش عندنا اسمه نيزل سبتم، تمام. هذا النيزل سبتم بيقسم المنخار او بيقسم الانف لقسمين، اللي هو شق يمين وشق يسار، تمام. فهذا النيزل سبتم مكون من اكثر من شيء، اللي هو فيرتيكال برانش اوف اثمويد بون، وعندك الفومر بون اللي هي ذكرناها هون، وعندك كمان ايش غضروف بنحكي عنه لتحت، تمام. هسه احنا حكينا عن الفومر بون، وهو الجزء السفلي من هذا السبتم. السبتم معناها الحاجز اللي بيقسم الانف لقسمين، تمام. في عندنا تو انفيرير نيزل كافيتي، اللي هي شو اسمه نيزل كونكا، تمام. النيزل كونكا الكونكاي حنحكي عنهم لتحت، تمام. بس انتوا احفظوا انه في عندنا عظمات اسمهم نيزل كونكا، هي عباره عن فراغات بتحوش فيها او بيكون فيها اعضاء، تمام، بتكون موجوده بالانف، تمام. في عندنا وان مانديبل بون، يعني لهسه شو حكينا؟ حكينا بس وان فومر بون وان مانديبل بون. من مانديبل بون اللي هي من هون لهون، وهي اللي بتكون لنا ايش؟ اللور جو او الفك السفلي، تمام. وعندنا عظمتين اسمهم تو بالاتاين بونز، وهي ايش البالاتاين بونز؟ خليني اشوفهم موجودين هون، هي مش مبينه، بتكون ايش لو بدك تطلع عليهم من تحت، اللي هي هيهم، تمام. فما بيكونوا مبينات عندنا من الانتيرير فيو او الفرونت فيو زي ما بيقولوها، تمام. فخلينا هسه نحكي ايش، خلصنا عن العظم، بدنا نبلش نحكي عن ايش، عن شو اسمه الاكزي او السكال، وتحديدا الكرينيوم او النيوروكرينيوم، تمام. اول شيء بدنا نحكي عن الكرينيال فولت، تمام، او الكلافريوم، تمام. هي اللي هي اول شيء، شو هي؟ اوفال ان شيب بوردنز بوستيرير، يعني هي بتبلش انتيريرلي، او زي هيك، هاي الصوره بتبلش انتيريرلي نارو، بعدين بتصير ايش توسع بوستيريرلي، تمام. It's made of the squamous part of the frontal bone. شو يعني squamous part؟ هسا في احنا عندنا جزئين، السكويمس بارت من اي شيء انا بسمي، يعني اي شيء عظمه فلات هاي بنسميها squamous، تمام. فانا عندي هاي الفرونتال بون، هاي الكرينيال فولت، هي طلعوا هي بدي احددها هي، تمام. فهي الكرينيال فولت من ايش مكون؟ مكون من السكويمس بارت اوف ذا فرونتال بون، هي الفرونتال بون هي اللي بتسوي لك الجبهه، عظمة الجبهة. فالسكويمس بارت معناها الجزء اللي شو؟ الجزء اللي بيكون بارلل او فلات، تمام. وبرايتال بونز او البرايتال بونز هي بتكون كمان عندنا الكرينيوم، في عندك زي ما بنسميها هي البرايتال بونز هيها، تمام. سكويمس بارت من التمبورال بونز، اللي هو هي التمبورال بون، هي السكويمس بارت منها الجزء اللي هو بيكون فلات، تمام. والسكويمس بارت من الاوكسيبيتال بون، هاي الاوكسيبيتال بون اللي هي هون جزء اي السكويمس بارت، الجزء اللي هو ايش اللي زي ما بنقول اللي هو فلات، تمام. هون انا كاتب لكم كمان معلومه انه سكويمس از نيم ريفيرز تو اني فلات بون، تمام. سو ذا فرونتال فرونتال، او بدنا نحكي مثلا عن عظمه الجبهه او اللي هي الفرونتال بون، قسم لقسمين، اول شيء السكويمس بارت اللي هو الفلات، والشيء اللي تحت شو متعلق؟ لانه ايش لو انت تلاحظ تحت الجبهه شو موجود؟ العينين، تمام. فانا بدي احكي العظمه بناء على الريجن اللي هي موجوده فيها، فانا شو بحكي؟ بحكي الاوربيتال بارت والتمبورال، او الفرونتال بارت والايش الاوربيتال بارت. التمبورال عندها تريوس بارت، تمام، اللي هي هون عند البريوم، تمام. في الاوكسيبيتال هاز ابيزلر بارت، البيزلر بارت اللي هو من البيز، فهو ايش بيكون؟ بيكون زي القاعدة، تمام. بيقول لك the cranial vault bones are dipole bones، اللي هو اخذتها اللي هو بيكون عبارة عن سبونج بون ومحوط بتو ايش؟ بتو ايش اللي هو الفلات بونز، تمام، او الكومباكت بون زي ما بنسميها، تمام. ف الاونلي بونز في الكرانيوم اللي هي دايبول بتكون ايش؟ الكرانيوم فولت، تمام. اي هاي المعلومه كمان شو بقول لك؟ بقول لك the cranial vault extend from the supra orbital. شو يعني supra orbital؟ فوق العينين، يعني من فوق العينين margin anteriorly to the superior nuchal line، تمام، او nuchal line. هسه بوريك اياها في الجمجمه، I think اوكي ماشي، بوريك النوكل لاين، وهي بتاخذوها في الهيد اند نيك، تمام، اللي هي بتكون هون، تمام، هي
بقول لك اند اكسترنال اوكسيبيتال بروتوبرانس، في عندك انت في الاوكسيبيتال بون في عندك بروتوبرانس. خليني اشوف الصوره من الخلف، كنا مش ملاحظ اذا كان مش حاط في التفريغ صوره من الخلف. المفروض احط ما علينا، بطول الشرح. لو لقيتها حاوريك اياها. بس هي عباره عن شو؟ عن هاي الاوكسيبيتال بون، تمام؟ بكون في هيك خطوط، هاي هي بنسميها الايش؟ السوبيريور نوكل لاين، اللي هي بربط عليها السكالب، تمام؟ او العظم والمسل، تمام؟ وفي عندنا اكزيبيتال بروتوبرانس اللي هو بتحسه في ايدك، لو اجيت عند رقبتك انت ضليتك طالع فوق بتحس فيه بروز عظمي، هذا بنسميه الاكسترنال اكزيبيتال بروتوبرانس، تمام؟ في عندنا اول شيء اسمه سوتشر. شو سوتشر؟ سوتشر از ا سوليد جوينت كونكتس تو بونز. يعني سوتشر هي عباره عن ايش؟ هي عباره عن مفصل ما بتحرك، مفصل ثابت بين عظمتين، تمام؟ فخلينا نحكي عن السوتشر اوف ذا كرينيال فوت، لانه احنا زي ما قلنا انه الكرينيال فوت مكون من كثير عظمات، فشو اللي بربط بينهم؟ بربط بينهم سوتشرز، تمام؟ سو وي هاف ثري سوتشرز ان ذا كرينيال فوت. اول شيء الكورونال سوتشر. شو هاي الكورونال سوتشر؟ بتربط الفرونتال بون مع البارايتال بون، اللي هي هاي الكورونال سوتشر، تمام؟ في عندك السجيتال سوتشر، تمام؟ الكورونال سوتشر زي الكورونال فيو هيك، تمام؟ سجيتال سوتشر من السجيتال هيك جايه، تمام؟ في عندك اخر شيء اللي هي اللامدويد سوتشر. اللامدويد سوتشر اللي هي بتوين ذا اوكسيبيتال اند تو بارايتال، مش هاي البارايتال والبارايتال، وهاي الاوكسيبيتال، فهاي هي اخر وحده اللي هي شو بنسميها اللامدويد سوتشر، تمام؟ في هذول الاسهم اللي انا حاططهم اللي هو بنسميهم احنا ريجنز موجودات في ايش؟ او بوينتس في الكرانيال فولت، تمام؟ في بوينت بنسميها البيجما. البيجما هاي هي الانترسكشن بتوين ذا كورونال اند سيجيتال سوتشر، يعني مكان التقاء، مش هاي الكورونال وهي السيجيتال سوتشر، مكان التقائهم اللي هي هاي بنسميها البيجما، تمام؟ الفيرتكس، الفيرتكس اللي هي هيها، تمام؟ هي اعلى منطقه في الجمجمه، ذا موست سوبيريور بوينت ان ذا كرانيوم ات ذا ميدل اوف ذا سيجيتال سوتشر، تمام؟ في عندك اللمدة، تمام؟ اللمدة اللي هي هاي اللي هي الانترسكشن اوف سيجيتال اند لمدويد، تمام؟ اللي هو هيها نقطة التقاء اللمدويد سوتشر مع الايش؟ مع السجيتال سوتشر، تمام؟ في عندك النيسيان، النيسيان اللي هي الميد بوينت اوف فرونت نيزل سوتشر. شو يعني؟ هاي المنطقة بتكون قدام، بدي اوريك اياها هون، هاي العين الشمال وهاي العين اليمين، تمام؟ بالنص بين التقاء الفرونتال مع النيزل بنسميها النيسيان، تمام؟ والتريون اتس ايش؟ اتس ذا سوبيريور تو ميد بوينت اوف زيجوماتيك ارتش، تمام؟ يعني ايش؟ لما تيجي انت الزيجوماتيك ارتش، واللي خلينا نوريكم اياها بس عشان ايش. الاثيريوم بوينت اللي هي اياها، تمام؟ تيجي زي حرف الاتش، خلينا اشوف الصوره اقرب او هيك يعني تكون مقربه، او بقرب لكم على الصوره نفسها ما في مشكله تطلعوا. بس هاي، تمام؟ هاي النقطه انا حاط عليها دائره، مكان ايش؟ مكان التقاء كل العظمات اللي هي الفرونتال مع البرايتال مع الزيجو مع التمبورال مع اللي هي السفينويد، وبتكون لي زي حرف اتش اللي هو هيو هيك زي حرف اتش. هاي النقطة بنسميها التيريون، تيريون بدون بي سايلنت زي ما قال الدكتور، تمام؟ فالفكرة انه ذا تيريون از ان اتش شيب سوتشر ويتش كمز فروم فور بونز. اول شيء الفرونتال زي ما قلنا الجريتر وينج اوف سبينوت، مش قلت لك انه هاي الجهة اللي مبينة اسمها الجريتر وينج اوف سبينويد؟ ليش الجريتر وينج؟ لانه السفينويد بون مبينة زي الفراشة هيك جاية، تمام؟ انا مش عارف ارسم لانه رسمي سيء، بس المهم انه السفينويد زي الفراشه، فالها جريتر وينج والها ليسر وينج، تمام؟ فالجريتر وينج اوف ذا سفينويد هو اللي بيكون مكون هاي التيريون، تمام؟ والبرايتال والتمبورال بون، تمام؟ وهون في معلومه مهمه كثير الدكتور حكاها، واظن حيجي سؤال انه it is the weakest point of the jaw of the skull. يعني لو سالك شو اضعف منطقه لي هاي، ليش؟ لانه هاي التقاء اربع عظمات، فاكيد حيكون التقاء اربع عظمات صعب او يعني كثير سهل انه يتكسر او تفصلهم عن بعض، تمام؟ So the skull in this area is very dangerous. ليش؟ لانك لو ضربتها ممكن تصيب الميدل من الارتري، تمام؟ فلو ضربتها هاي بتصيب الميدل من الارتري وبيصير لك نزيف جوا ما بتقدر تعالجه، تمام؟ هسه بدنا نحكي عن الفونتانيلز اللي هي زي ما بسموها يا فخ البيبي، تمام؟ او زي ما انتم كنتوا تقولوا، يعني لو حدا كان عنده طفل صغير كانوا اهله يقولوا له مات من فوق. ليش؟ لانه انت عندك الجمجمه ما كانت كلها ايش؟ السوتشر موجوده، كان في جهه اللي هي فايبرس تيشو، عشان ايش؟ عشان تسمح للدماغ يكبر وايش؟ ويعبي هاي العظمه، بعدين بصير ايش؟ بصير في اوسيفيكيشن لهذول الفايبروس او الفايبرس تيشو، تمام؟ سو لما بدي انا
عرف شو الفونتانيلز قال دكتور they are soft spots located between the skull bones. دكتور ما قال انه احفظهم ولا قال اشي، بس قال لك انه هاي اريا بتكون فيها unoccupied bone تمام، اللي هي بتساعد البرين على انه يكبر لحجمه الاخير، بعدين ايش بعدين بصير فيها ossification وبتصير عندك ايش هي عظمة تمام. And they close at 2 years of age and the last one is to close is the anterior fontanelle تمام. انه انت لو بدك تحفظ احفظ انه عندها anterior fontanelle sphenoid anterior من اللي هي جاي anterior تمام، sphenoid من عند عظمة sphenoid تمام، عندك mastoid، mastoid من الماستويد اللي هي الايش او اللي هي زي ما بيقول ايش المتعلق في السمع تمام، فهي الاقرب للذان، فلهيك بنقول mastoid fontanelles. وفي عندك posterior fontanelle تمام، اللي متى هذول بسكروا؟ بسكروا بعد سنتين من عمرك، واخر وحده بتسكر اللي هي الانتيرير فونتانيل اللي هي هاي تمام، واللي هي زي ما بتقولوا براس البيبي موجوده. هسه خلينا نحكي عن ايش، خلصنا الفونتانيلز وخلصنا ايش، خلينا نحكي نبذه سريعه عن عظام السكال او عظام اللي هو الكرانيال فولت او عظام السكال بشكل عام. بديش احكي عن الكرانيال فولت. اول شيء عندك ذا سفينويد بون تمام، ات از ذا ميدل اوف ذا سكال تمام، وهي كيستون بون يعني مبينه زي كانها زي المفتاح تمام. فعندك انت هاي زي ما قلنا عندك انت جريتر شو اسمه جريتر وينج، وعندك هذول الصغار اللي انا هيك خططتهم اسمهم ايش لسر وينج تمام. فكل شيء ات از ا بتر فلاي شيب هاز ايش هاز ا بادي اللي هو هي البادي اللي فيها تمام، وفيها ايش البادي هذا فيه هيك فتحات بنسميها شو بنسميها سفينويد اير ساينسز. والسله التورسيكا هاي السله التورسيكا اللي هي السرج هسه بنحكيها ايش بنحكيها تحت اللي هو مكان هون موجود تمام. هذا وين بنحط فيه البتويتري جلاند تمام. خليني امسح لكم اوريكم هذا الجزء بنسميه الجريتر بوينت اوف اف او الجريتر وينج اوف سفينويد بون تمام. وهذا الجريتر وينج اوف سفينويد بون مسؤول او بيكون هو اللي مبين عندنا من الجمجمه من برا زي ما وريتكم اللي هو هذا الجزء تمام. هسه بدنا نحكي عن شو؟ بدنا نحكي عن الشيء الثالث واللي هو الليسر وينج اوف سفينويد بون تمام، اللي بتكون posterior part of the anterior cranial fossa تمام. في احنا عندنا فسه بال شو اسمه بهاي الفسه اللي هي عباره عن ايش عن ايش عن تجويف هاي اللي بيقول عليها الدماغ تمام. في الانتيرير السفينويد او في الانتيرير كرانيال فسه بتكون مين موجود؟ الليسر وينج. وهاي المعلومه لو ما ركزتوا عليها اشرحها تحت بس اوصل لايش للي هم الكرانيال فسي او فساي تمام. تيرغويد بروسز اللي هم هذول تمام، هذول شو؟ ميدر اند لاترال تيرغويد بليتس. هذول مسؤول عنهم بيرتبطوا عليهم عضلات معينه بتخدم في حل في او في محاضره هي شو في محاضره المسل تمام، ممكن تاخذوها في الهيد اند نيك. بس الاثمويد بون، الاثمويد بون اللي هي زي ما قلت لكم هي عباره عن تي شيب بون تمام. That has a horizontal and vertical plate. The horizontal plate is perforated يعني مخزق بتلاقيه. ليش؟ That's why we call it the cribriform plate. لما نسألك عن cribriform plate احنا بنحكي عن الهوريزونتال. طب ليش cribriform؟ لأنه ايش؟ perforated تمام؟ لو أجي أنا أطلع على السكال من الأنتيرير هاي أوربت وهاي أوربت تمام؟ وهاي الأسنان عندك هاي اللي هي البون هاي اللي بنسميها ايش؟ الإثمويد بون. لو بدي أقرب لكم إياها وأوريكم إياها بالكرينير بالسكال عندنا تمام، خليني اوريكم هي السكال تمام. انا هي السكال عندي هاي الانف، لو باجي على الانف هاي العظمه اللي هاي العظمه اللي هي الفومر تمام، هاي العظمه اللي هي الاثمويد بون اللي وريتكم اياها اللي هي ايش في عندها برضه نتوء داخل في الكرانيال فوسه تمام. هسه خلصنا حكي عن المعلومات او اهم المعلومات اللي الدكتور طلب منكم تحفظوها في العظام. بدنا نحكي عن ايش؟ عن الكرانيال بيز تمام. هسه الكرانيال بيز شو عباره عن هذا الجزء اللي هو اللي بقعد عليه بعيد عنكم يعني بجلس عليه الدماغ تمام. فهذا الجزء شو مكون؟ اول شيء هو فلور اوف ذا برين كيس تمام. It has an internal بنسميه الاندوكرانيال او سوبيريور اند اكسترنال سيرفيس اللي هي الانترنال سيرفيس اللي هي من جوا، والاكسترنال سيرفيس اللي هي لما ننظر عليه من تحت او نطلع عليه من تحت تمام. بقول لك the internal surface consists of the anterior cranial fossa اللي هي هاي اللي هي هسه بدي اخطط لكم عليها بالازرق اللي هي تمام. middle cranial fossa برضه هاي اللي هي هان الميدل تمام، وبكتيرر اللي هي هان تمام. وحتلاحظوا تحت لما انا اكون حاكي عنهم حاطط لكم صوره بتوريك شو هم الانتيرير والميدل والبوستيرير تمام.
تمام، يعني لا تخافوا من ناحية إنه إيش موقعهم، تمام. بقول لك they are in the same depth so as we go more down أو more posterior it becomes deeper. خلينا نطلع هاي الصورة، نطلع هاي الصورة، نرجع لها. هاي الصورة كثير صرت أرجع لها بس لأنها مفيدة. هنا قديش الدبث تبعها، كل ما نرجع بوستيريور الدبث قاعد بزيد، لما نوصل ايش انه البوستيريور اخر اشي بتكون انه اوسع اشي او ذا ديبست، تمام. هسه بدنا نحكي ايش، بدنا نحكي عن الانتيريور كرينيال فوسا، اللي هي هالمنطقه هي المخططه بالاخضر، اللي هي عباره عن الفرونتال بون عندك الليسر وينج من السفينويد بون، تمام. اول اشي it's made up of ايش of the orbital plates of frontal bone، يعني ال orbital plates يعني الموجود يعني منطقة ال orbit، تمام. عندك ال cribriform plate of the ethmoid bone اللي هو هذا، تمام. ال lesser wing of the sphenoid bone اللي هو هذا، اللي هي لهي ال lesser wing of sphenoid bone، هاي كلها ال frontal bone، وهذا الجزء الصغير اللي هو ال cribriform plate of the ايش of the ethmoid bone، تمام. لما نحكي كلمة فورامينا يعني جمع فورامين، فأنا بدي أحكي عن الفورامين اللي موجودة فيها، تمام. فالدكتور قال ما تحفظوا إلا بس اسم الفورامين، تمام. عندك اللي هو الفورامين سيكم اللي هو هي موجود في الأنتيرير، تمام. وعندك البرفوريشنز للكريبريفورم بليت، مش احنا قلنا الكريبريفورم بليت في برفوريشنز، هاي البرفوريشنز نقدر نعتبرها زي ايش، زي اللي هو بنسميه الفورامين. خليني بس بدي ثواني اقطع، بس حطيت اللابتوب على شاحن. حكينا عن الفورامين سيكم والبرفوريشنز للكريبريفورم بليت، بدنا نحكي عن الميدل كرانيال فوسه، تمام. الميدل كرانيال فوسه هي شو؟ because most of its is from the sphenoid bone it will take the butterfly shape. يعني ليش هيك جاي زي البترفلاي شيب بتحسها؟ ليش؟ لان اغلبها رايح من ايش؟ من السفينويد بون اللي هو هذول الجريتر وينج اوف سفينويد بون، تمام. it is made up of centrally بنسميه سيلا تورسيكا اوف سفينويد بون اللي هو هي هذا، طلع هذا خليني اوريكم اياه بلون ثاني، اللي هو هذا، اللي هو هذا، هذا السيلا تورسيكا او بنسميه زي السرج، هو بيكون هيك جاي، تمام. هيك بيكون جاي زي السرج، تمام. لاترالي يعني من الجناب بيكون عندك تو بريست بارت which ار فروم ذا جريتر وينج اوف سفينويد اللي هو هي، اند ذا ايش ذا بيتريوس بارت اوف ذا تمبورال بون اللي هو هون بيكون. ده خلينا نحكي عن السيلا تورسيكا. السيلا تورسيكا is the superior part of the body of sphenoid bone and it is composed of ايش of tuberculum cellae اللي هي الهورن اوف ذا ستل، اللي هي الانتيرير اليفيشن. يعني لو هذا الانتيرير اليفيشن اللي هو هذا اللي هون، تمام، شو بنسميه؟ بنسميه بريكليام سيلاي، تمام. في هايبوفيزيا الفوسا اللي هي اللي بالنص اللي هي السرد نفسه او سيت اوف ذا سدل، هنا وين بقعد؟ بقعد البيتوتري جلاند والبيتوتري فوسا، او هي بنسميها البيتوتري فوسا لانه ايش بقعد فيها الجلاند، تمام. في عندك الدورسم سيلاي، الدورسم سيلاي اللي هو هي الباك اوف ذا سدل، تمام. ات از ابوستيرير اليفيشن، بس خلص هون الموجود منك، تمام. هسه الدكتور قال ما بدي انا، يعني مش قال لك انه انا بس بدي تحفظوا لي الفورامين او ما بدي تحفظوا لي شو اللي بمرق فيها، بس بدنا نحفظ الاشي اللي بمرق فيه الترايجمينال نيرف، تمام. الترايجمينال نيرف هو النيرف الخامس بالكرانيال نيرفز، تمام. اند ات از ذا لارجست وان، يعني هو اكبر واحد لدرجه انه عنده ثلاث تفرعات، تمام. اول تفرع بيروح على العين فبنسميه اوبثالميك، تمام، لانه بيروح على العين. الفرع الثاني بيروح على الابر جو او الجزء العلوي بنسميه الماكسيلاري، والجزء الثالث بيروح على المانديبل بنسميه المانديبولار، تمام. فانا اي شيء بدي احفظه في اللي ايش بمرق في الفرامين لازم يكون بس فقط من الترايجمينال نيرف ومعلومه تحت نحكيها تحت، تمام. اول شيء بدك تعرف انه الاوبتيك عندك الفرامين اول شيء بنسميه الاوبتيك فرامين، خليني احذف هذول. مش عارف انا ليش اللابتوب هيك سيء طاير، بس خلص ماشي. المهم هاي حذفهم، هاي انا موريكو طبعا بالصوره، يعني انت لو عندك تابلت وبتشتغل تدرس عليها حتطلع انه انا كاتب لك ايش اللي هو اللي هي هون. كنا نحكي اول شيء كنا نحكي الاوبتيك فورامين، تمام. هي الاوبتيك فورامين اللي هي او بنسميها الاوبتيك اللي هون، تمام. عندك شو الاشي الثاني؟ الاشي الثاني اللي بدنا نحكي اللي هو السوبيرير اوربيتال فيشر، تمام، واللي هو ال V1. شو يعني V1؟ أول إشي اللي هو الديفيجن اللي هي ال V من 5، تمام، لأنه V رقم 5 بالإيش؟ باليوناني، تمام. فال 1 كمان شو؟ اللي هو الفرع الأول، بنقول ال V1
نعم، اللي هو التفرع الأول من إيش؟ من اللي ترجي من النيرفو السبيري أوربيت الفيشر، هي هيها تمام، اللي هي موجودة هون، هي بتكون تحت العظمة هاي. هسا شو بيقول بيضل عندنا؟ بيضل عندنا إيش؟ بيضل عندنا الفورامين روتندم اللي بيدخل فيها إيش؟ التفرع الثاني من اللي ترجي من النيرف اللي هيها، الفورامين روتندم اللي هيها هاي تمام. لو أجي أنا مثلا على صورة زي هيك، هاي الفورامين روتندم، هاي الأوبتيك كنال، هاي السوبيرير اللي هي اللي حكينا عنها اللي هي السوبيرير اوربيتال فيشر. الفورامين اوفالي، الفورامين اوفالي بدخل منها ايش؟ التفرع الثالث، وهي هيها الفورامين اوفالي هيها. ليش سموها اوفالي؟ اوفالي لانها زي الشكل البيضوي. فهاي الفورامين اوفالي، هاي الفورامين روتندم، هاي اللي هي السوبيرير اوربيتال فيشر، هاي اللي هي الايش؟ الاوبتيك كانال. وايش بضل عندنا كمان؟ بضل عندنا الفورامين سباينوزم تمام، اون ذا سباين اوف ذا سبينويد تمام، اللي هو اي وين الفورامين سباينوزم، ايوه هذا النقطة صغيرة تمام. ليش سميناها فورامين سباينوزم؟ لأنها بتكون موجودة ايش؟ اون ذا سباين اوف ذا سفينويد تمام. وهي ليش مهمة؟ بس بدك تحفظ لي هاي، انه الميدل ميلانجيال ارتري بمر منها تمام. في الفورامين لاكرم، الفورامين لاكرم اتس ان ارتفيشال فورامين ذات از كفرد باي فايبرو كارتليج اند اونلي فيزبل افتر ديث. اللي وين هالفورامين لاكرم؟ هيها هاي الفورامين لاكرم اللي هي هاي، خليني اوريك هاي الصورة، هاي المنطقة تمام. هاي ما بتكون موجودة وانت عايش، بس بتبين وانت ميت تمام. بتكون هي عبارة عن ايش؟ في كارتليج فورم او فايبرو كارتليج مغطى، بس بتبين لما تموت تمام. هسه خلينا نحكي عن ايش؟ عن البوستيريور، او اللي هي هاي المنطقة تمام، اللي هي البوستيريور كرينيال فوسا. It is the largest and the deepest fossa. ليه؟ زي ما انه زي ما انا وريتك ورا، انه كل ما تيجي تنزل في الكرينيوم حينزل او الدبث حيزيد. It is made of the posterior part of the pterius temporalis occipital bone اللي هو بيتكون من جزء البيزلر اللي هو هيو كوندايلر اللي هو هون تمام، and a very small portion of the sphenoid body اللي هو هذا الجزء الصغير جدا من السفينويد body تمام. Centrally we have اللي هو الفيكاس تمام، فورامين ماجنوم اللي هو هيو الفورامين ماجنوم تمام. عندك it is the biggest largest او the biggest foramen in the skull، طبعا الدكتور بس قال يحفظهم. internal occipital crest اللي هي هيها، هي بتكون هون internal occipital crest and internal occipital protuberance، هيها اللي هي هذول البروتوبرانس وهي internal occipital crest تمام. بقول لك on the two borders we have the transverse venous sinus and the sigmoid venous sinus. خليني اوريك اياها، اللي هو بكونوا يمرقوا بهاي المنطقة تمام. اللي هيك بكونوا ماشيين، هذا الشيء بتاخذه في الهيد اند نيك تمام، او اذا الدكتور قرر يعطيكوا الكرانيوم تمام، كدماغ وشيء واعصاب. بس هسه مش مفروض تحفظه، بس مفروض تحفظه انه عندنا بالتو بوردرز وي هاف ترانسفيرس فينس ساينس عند سيجمويد فينا ساينا تمام. الفورامينا الموجودة في ايش؟ في الموجودة في البوستيرير كرينيال الفصة، وهي ايش؟ الفورامين ماجنم تمام، اللي هي الكبيرة تمام، اكبر وحدة تمام. اول شيء عندك في كمان الجوجيولار فورامين اللي هم هذول الثنتين، نسميهم جوجيولار فورامين تمام. في عندك ايش؟ عندك هايبوجلوسيال كنال اللي هي وينها؟ اللي هي تمام. هاي شو بمرق فيها؟ بمرق هي بتكون anterior lateral to the foramen magnum، ومش ضروري تعرف شو بمرق فيها لانه قلنا الدكتور مش طالب. عندك ال internal acoustic meatus اللي هي هاي تمام، الاول اللي خليني اوريك اياها هون، هي هاي ال internal acoustic meatus، وهاي اللي هي ايش؟ اللي هي قلنا عنها تحت الهايبوجلوسيال كلال. بس مشان الاذان بدي اوقف الفيديو هون تمام، وان شاء الله برجع بكمله بس ايش؟ بس يخلص الاذان. السلام عليكم. عنا عليكم، نحن حكينا هون عن ايش؟ عن الكرانيال او البوستيرير كرانيال فوسا، او اللي بدنا نسميه هذا الانتيرير كرانيال فيو تمام. بدنا نحكي عن الاكستير او الاكسترنال سيرفيس تمام، او الانفيرير فيو تمام. اول اشي راح لما نلاحظ عليه راح نلاحظ ان احنا راح نشوف جزء من الايش؟ من الفيزيرو كرينيوم. شو الفيزيرو كرينيوم؟ اللي هي الفيشل بونز تمام. لما احنا بدنا نلاحظ، لما احنا نقرا راح نشوف انه في عندنا ايش اسمه الفيولر بروسيس اوف ماكزيلا. شو يعني الفيولر؟ شيء مكتوب فيه الفيولر معناته هذا متعلق بالاسنان، فهي الفيولر بروسيس اوف ايش؟ اوف ذا ماكزيلا تمام. بلاتاين بروسيس اوف ماكزيلا اللي هو هيهم بلاتاين بروسيس اوف ذا ماكزيلا. عندك هوريزونتال بليتس اوف بلاتاين بونز تمام، اللي هم هذول
وعندك ايش؟ عندك الفومر بون اللي مش مبينه هون، يعني بتكون وين تقريبا، بتكون هي اللي هي هي الفومر بون، تمام. عندك ايش؟ عندك الهارد بلت. شو هو الهارد بلت؟ هو عباره عن انتيرير تو ثيردز اللي هو جزئين، مكون من ايش؟ من البلت، ايه هو بلتان بروسيس، تمام. والبوستيرير ايش؟ البلتان بروسيس اوف ذا ماكزيلا، تمام. والبوستيرير وان ثيرد اللي هو باللون الابيض، هذا مكون ايش؟ من الهوريزونتال بليت، من ايش؟ من البلتاين بون، تمام. سو بلت از فروم هارد بلت وسوفت بلت. هسه لما نيجي احنا نحكي عن ايش؟ عن البلت كامل، البلت او سقف الحلق بشكل كامل، بنقول انه عندنا هارد بلت 2 ثيردز اند سوفت بلت 1 ثيرد، اللي هو هيهم هذول 2 ثيردز كاملين اسمهم الهارد بلت، والسوفت بلت اللي هون بيكون عباره عن ايش؟ عن ماسلز وسوفت تيشو، تمام. لما بدنا نيجي نحكي عن الهارد بلت، برضه الهارد بلت شو مكون؟ مكون من ثلثين من البلاتين بروسيس اوف ماكزيلا، وثلث مكون من الهوريزونتال بليت اوف بلاتين بون، تمام. خلينا نحكي هسه عن الفومر. الفومر اللي هي البوستيريور انفيرير بارت اوف ذا نيزل سيستم، مش انا قلت لكم النيزل سيستم اللي هو هيك مكون من ايش؟ مكون من ثلاث اجزاء. اول شيء الكارتليج اوف السيبتم، تمام. عندك اللي هو البربنديكولار او اللي بنسميه الفيرتيكال بليت للاثمويد بون، وعندك هون اللي هي ايش؟ اللي بنسميها الفومر بون، تمام. So the nasal septum is made from three parts: the anterior cartilage and posterior superior. Posterior superior اللي هو هيو مكون من perpendicular أو ال vertical perpendicular عمودي، تمام. و vertical نفس الإشي يعني عمودي، تمام. فال perpendicular plate of the ethmoid bone and the posterior inferior vomer bone، تمام. هون شو بقول لك؟ بقول لك if we look at the skull from the inferior view we will find. أول إشي لو لما نحكي غير عن شو اسمه، غير عن الفيسيرو كرانيوم، نحكي عن ايش؟ عن نفس اللي هم النيورو كرانيوم، تمام. هنلاحظ انه احنا راح نشوف السفينويد اللي هي هي بين عندنا الجريتر وينجز منها، عندك التيرجويد بليتس اللي هم هذولا، تمام، وعندك السباين تبعها مبين، تمام، اللي هو هي تقريبا، يعني بنقول انه السباين تبعها مبين. عندك التمبورال بون اللي هي بالبنفسجي، هتلاحظ انه عندك مبين عندك مانديبولار فوسا، ارتيكولار تيبرانس، ام ستايلويد بروس. ستايلويد زي ما قلنا ستايلويد معناها ثن، فهذول الاشيين اللي زي الابر هذول بنسميهم ستايلويد بروسس. عندك اللي هو الستايلويد بروسس اللي هم زي الثن زي الابره، تمام. عندك اللي هي الماستويد بروسس، ماستويد من جهه الاير اللي هم هيهم، تمام. عندك ستايلوماستويد برامن اللي هي موجوده هون، هي بين الستايلويد بروسس وبين الايش؟ بين الماستويد. عندك الكاروتيد كنال اللي قلنا عنها، تمام، وريناكم اياها تحت اللي هي هون، وين الكاروتيد كنال؟ الكاروتيد كنال اللي هي هاي، تمام، مش مبينة ولكن بتكون مبينة من تحت اللي هي وين الكاروتيد كنال اللي هي تقريبا هاي بنقدر نقول، تمام. فعندنا الاوكسيبيتال بون كمان شو مبين عندنا؟ عندنا بين البيزلر بارت اللي هو الانتيرير هاي البيزلر بارت، تمام، اللي هو بيكون الانتيرير للفورامين ماجنوم. عندك الكوندايلر بارت اللي هو اللاترال للفورامين ماجنوم، وعندك السكويماس بارت اللي هو الايش؟ البوستيرير للفورامين ماجنوم، تمام. عندك اكسترنال اكزيبيتال بروتوبيرانس اللي هم هيهم هذولا، تمام، هيهم هذول الاكسترنال بروتوبيرانس اللي هم بيكونوا موجودين هون، هذول الخطين، هذول شايفين هذول الخطين اللي هون، هذول بنسميهم superior and inferior nuchal lines، وهاي اللي هي الاكسترنال اللي هي اللي بنسميها الكريست اللي هي يعني موجوده هون، تمام. فاحنا لما بدنا نيجي نحكي عن الاوكسيبيتال بون شو عندنا؟ اول شيء عندنا بيزلر بارت، عندنا سكويماس بارت اللي هو ورا، واللاترال بيكون كوندايلر بارت. السكويماس بارت بدي تحفظ لي فيه اللي هو بيكون عنده ايش موجود؟ superior and inferior nuchal line اللي هم هذول بتحسهم زي خطين على ايش؟ على الاوكسيبيتال بون، تمام؟ خلينا اول اشي نحكي عن الزيجوماتيك ارتش. شو هو الزيجوماتيك ارتش؟ اول اشي اللي هو هذا، طلع هذا، هذا بنسميه زيجوماتيك ارتش، تمام، اللي هو هي من هون، هي هذا اللي هو الزيجوماتيك ارتش، تمام. هو اول اشي شو مكون؟ مكون من الزيجوماتيك بروسس اوف تمبورال بون، يعني هو مكون بين عظمتين، هذا الارتش مكون بين عظمتين، بين التمبورال والزيجوماتيك بون، تمام. فالجهه اللي من عند شو اسمه، اللي عند الزيجوماتيك بون هاي بنسميها ايش؟ بنسميها الزيجوماتيك بروسيس للتمبورال بون، والجهه اللي هون بنسميها التمبورال بروسيس اوف ذا زيجوماتيك بون، يعني هم عكس بعض، تمام. فشو هو البروسيس؟ بقول لك هو اكستنشن فروم وان بون تو انذر، تمام.
خلصنا نحكي عنها. بدنا نحكي عن ايش؟ عن الفيشل سكيليتون. تمام، لما بدي انا اقسم الوجه شو بقسمه؟ اول شيء بنقسمه لفورهيد اللي هو هي الجبهه، تمام، بعدين الاوربيتال كافيتيز اللي هم مجاحر العين، تمام، النيزل كافيتي، تمام، عندك الجوز اللي هم الابر واللور جوز. تمام، اول شيء شو بقول لك؟ الفورهيد كله از ميد باي ذا سكوامس بارت اوف ذا فرونتال بون، وعنده ايش؟ فرونتال اير ساينس. شو يعني فرونتال اير ساينس؟ يعني في هاي المنطقه في وراها منطقه مملوءه بالهواء، او يعني ايش هي زي ما هي مبينة عندكم، اللي هي منطقة مملوءة بالهواء مفرغة. تمام، نحكي عن الساينس هذول شوف وظيفتهم تحت. خلينا نحكي عن الاوربت او اللي هي محجر العين او الاوربيتال كافيتي. ات از ذا ابيكس، هي طبعا شو جاي اول شيء؟ ابيكس دايركتد تو ذا بوستيريور توورد ذا ايج ذا كرينال كافيتي. يعني لو جينا نطلع عليها من قدام، هاي شايف هذا الخط؟ هذا الخط هو اللي الناس بتشوفه، تمام، من عينك، واللي بتيجي هيك ورا، تمام، زي كانها جايه مثلث، والابيكس تبعها وين جاي؟ جاي عند الدماغ، تمام، والبيس تبعها للانتيرير اللي هو هيو. شو بقول لك؟ بقول لك الكونتنتس اوف ذا اوربيتال، اول شيء بيكون عندك الاي بول اللي هي العين، وبعدين اللي بيكون عندك المسلز اللي ريليتد للاي بول يعني اللي بتحرك عينك، عندك نيرفز، وعندك فيسلز اند ذا لاكريمال اباراتس. شو اللاكريمال اباراتس؟ هو عباره عن جزء مسؤول عن ايش؟ عن انه يخلي عينك مرطبه، تمام، لانه اذا نشفت عينك بصير في مشكله. فهي الاباراتس، تمام. اول شيء بقول لك هذا اللاكريمال اباراتس، ات از ان ذا ابر لاترال، تمام، في عندك ايش بنسميه اللاكريمال جلاند، وهي بنسميها اللاكريمال ساك، تمام. فهو طول الوقت بيكون في نزول للدموع من اللاكريمال جلاند لللاكريمال ساك، تمام. ولو بدنا نيجي نطلع، شايف هاي الفتحه؟ هاي الفتحه بنسميها اللاكريمال بون. هسه بقول لك شو وظيفتها، خلينا نقرا قراءه، تمام. فاول شيء بقول عندي the upper lateral there is a lacrimal gland، تمام، and in the lower medial there is a lacrimal sac. يعني هاي المنطقه ما دامها ميديال، هي ليش؟ لانه هاي المنخار، هاي ميديال، تمام. فهو شو بيكون محطوط فيها؟ بيكون محطوط فيها اللاكريمال ساك. شو وظيفه الساك؟ تجميع. تجميع ايش؟ تجميع الدموع، تمام. فبيقول لك what happens is that our body is in continuous state of tears production، يعني دائما في دموع عندي، تمام، and drainage by peeling the tears medial. يعني طلع، لما انت تيجي بلينك، لما انت تيجي تسكر عيونك، هاي الدموع اللي بتنزل من اللاكريمال جلان بتروح ايش؟ ميديالي لللاكريمال ساك، وهي بتمتصها، تمام. فانت لما هيك تيجي بدك تبكي، هاي اللاكريمال ساك ضيق، فبصير ايش؟ دموعي تنزل، وتنزل ايش؟ خارج خدك، تمام. فانا شو بقول لك؟ بقول لك ذا لاكريمال بون هاز ا لاكريمال فوسا، مش هاي اللاكريمال بون اللي قلناها هون جوا العين، في عندها لاكريمال فوسا which is the place of the ايش؟ لاكريمال ساك، تمام. هسه بدنا نحكي عن البلاتاين بون. البلاتاين بون بتحسها هيك بدي اطلع، تز ان ال شيب، يعني هم تو بلاتاين بونز اللي هي اول واحده بشكل ال، والثانيه برضه ايش؟ بشكل ال، تمام. It has a horizontal and vertical parts. أول إشي the horizontal part which makes the posterior third of the heart palate. مش إحنا قلنا طلع؟ مش إحنا قلنا هنا في هذول اللي هم البلاتاين بروسس للمجزلة؟ هذا شو؟ هذا ال horizontal plate للبلاتاين بون، تمام. ال vertical شو بكوننا؟ بكوننا ال wall of the nasal septum أو ال wall of the nasal cavity. شو النيزل كافيتي؟ يعني اللي إيش؟ الحجرة اللي بالأنف عندك. خلينا نحكي عنها. اول شيء ذا نيزل كافيتي شو بقول لك؟ it is divided into two to right and left nasal cavity by the nasal septum، تمام. بقول لك and there is a nasal conchi. nasal conchi اللي هي هذا عباره عن عظام بتكون موجوده ايش؟ على each of the walls، تمام. فهذا الحكي كنا نحكي عن النيزل كافيتي. بدنا نحكي عن ايش؟ نوضح اكثر شوي عن النيزل كافيتي. طبعا ان شاء الله المحاضره هاي حتكون بارتين، احتمال انه نوقف البارتون اللي هو لما نيجي نحكي هون عن الجوز، ممكن نوقف البارتون والباقي نحكيه تحت في البارتات او في البارت الثاني، تمام. الفيديو حيكون على بارتين. اول شيء النيزل سيستم شو هو؟ it is a vertical partition. شو يعني تقسيم؟ divides the nasal cavity into right and left side، تمام. it has a three components زي ما قلت لكم، في عندها anterior cartilage بنسميها septal cartilage، تمام، in posterior superior هاي اللي هي الاثمويد بون او البربنديكولار بليت اوف الاثمويد بون، وهاي الفومر بون. انا لو اجيت على هاي الصوره يا ماجد طلعت بدون هاي الموجودين، شو انا بدي احكي؟ لو اجى واحد سالني بالعظم، هذا العظم شو؟ موصول في ايش؟ في اسنان. فشو هذا بده يكون؟ بده يكون ماكزيلا، تمام.
وراها شو المكزيلا؟ مش احنا قلنا ورا المكزيلا في بلاتان بون فيرتيكال بليت، ايوه تمام. هاي شو؟ هاي عظمة الفومر، عظمة البلاتان بون، لانه هاي فيها لها بروسيس اللي هو الكريستاجالي، تمام. في عندك الفرونتال بون اللي هي اللي هي تبعت الجبهة، وعندك النيزل بون اللي هي بتوصل بين الفرونتال بون والايش وال اللي هو الانف عندك، تمام، او النوز. انا بدنا نحكي احنا في عندنا فومر بون بيربنديكولار بريت اوف ذا اثمويد اند ذا سيبتال كارتليج، تمام. بس خلصنا حكي عن الايش، النيزل سيبتم. بدنا نحكي جوا النيزل سيبتم، حتلاحظ انه هاي مش هذا النيزل سيبتم، هيو تمام. حتلاحظ انه في على اليمين وعلى اليسار بنسميها شيء اسمه النيزل كونكاي، تمام. They are extensions from the lateral walls of the nasal cavity، تمام. في احنا عندنا ثلاث، اول شيء superior وميدل، وعندنا inferior، تمام. السوبيريور كونكا it is part of the ethmoid bone، تمام. والميدل برضه it is the part of the ethmoid bone، يعني هذول الثنتين هي هيك الاثمويد بون لو بتتذكرها، مش كانت هي عشان قلتي لي هي هيك، هي كلها اللي هي الاثمويد بون. اما اللي تحت الانفيريور كونكا هي عباره عن عظمه لحالها، احنا بنسميها الانفيريور كونكا، تمام. هسه ايش؟ ثينك، استنى اشوف بالله، احتمال يعني نوقف هون. بس خلينا نكمل اخر محاضره بحيث انه الفرتبرا كلهم يكون بس البارت الثاني. نحكي عن الجوز، تمام، او اللي هو الفك. احنا عندنا تو ماكزيلي، تمام، اللي هي ماكزيلا 1 ماكزيلا 2، تمام، which are connected by the intermaxillary suture، اللي هو انتر بين ماكزيلاري بين ماكزيلا سوتشر، تمام، of the upper jaw and one mandible اللي هو هيو، تمام. اول شيء المكزيلا it is consist of four of body اللي هو هي جسم المكزيلا هيو and four processes، تمام، اللي هو واحد اثنين ثلاث اربعة. بيقول لك it is hollow inside، ليش hollow inside؟ يعني بتكون مفرغة من جوا، فيها المكزيلاري اير ساينس والمكزيلاري ساينس is the largest parallelar sinus، يعني انت عندك اشي بسموه ساينس اللي هو تجويف انفي او تف او اشي مفرغ، ليش؟ بيحفظ الهواء، تمام. فانت في المكزيلاري عندك في مكزيلاري اير ساينس، هذا اكبر ساينس موجود انت عندك ايش في ال في الساينسز الموجود عندك في النيزل كافيتي، تمام. الفورامينا، لو بدي احكي عن الفورامينا، في انفرا اوربيتال فورامين. شو يعني انفرا اوربيتال؟ انفرا يعني تحت، اوربيتال يعني محجر العين. فهاي النقطه هاي شايفها، هاي اللي انا ظللتها، هاي النقطه اللي هي الانفرا اوربيتال فورامين، تمام. او لو بدي اقرب لكم اياها هيك اللي هي هاي، تمام. في عندك الانسيسيف فورامين، الانسيسيف فورامين هاي بتكون من تحت اللي هي هسه بدي اقرب لكم اياها، ايوه. وين الصوره هاي؟ قد ما استفدت منها الصوره هاي، هي شايفين هاي النقطة؟ هاي الانسيسيف فورامين، هاي بتعطي الانرفيشن للأسنان الأمامية عندك، لأنه حتى لما بدك تيجي أنت، يعني أنا هسه بشتغل في رابعة بخدر، لما أنا بدي أخدر بخدر على أساس الانسيسيف فورامين، الانسيسيف فورامين، تمام؟ فبس هذا اللي بدنا نحكيه عن إيش؟ عن المكزيلا على ما أظن، الفورامين اللي فيها. طب بدنا نحكي عن الماندبل، الماندبل it is the largest and the strongest facial bone، هي عبارة كلها عن عظمة واحدة، تمام. it is the only movable skull bone، تمام. the rest of the bone are connected with the with sutures، يعني هي العظمة الوحيدة اللي بتتحرك في البو في السكال عندك، تمام. so we have three small bones in the facial bones that are movable which are اللي هو الماليولاس والانكس وستابس، هذول اللي هم العظم الداخلي في الأذن، تمام. ولكن احنا ما نحكي عنه عظم لانه خلص هو كثير صغير، فالبارت العظم الوحيد اللي بتحرك عندنا وهو الماندبل، تمام. هذا الماندبل من ايش مكون؟ مكون من بدي اللي هو هي البدي، واند ايش؟ اند تو ريماي، الريماي اللي هو هي هذا ريمس وهذا ايش؟ ريمس، تمام. فالبدي از ذا هوريزونتال بارت، وبيشبه اليو شيب هيك، بتطلع عليه من فوق بيكون هيك زي اليو شيب، تمام. سو شو بيقول لك؟ بيقول لك نت، يعني في عليه وي هاف الفيولار بروسيس، هذا الالفيولار بروسيس، الفيولار من اسنان، بروسيس يعني البروز اللي بيطلع في الاسنان، تمام. عندك المنتال فورامين اللي هو هيها، منتال معناها تشن، اي شيء منتال معناها نحكي عن تشن، تمام. شايف anything related to the chin region is called mental. هاي المنتال فورامين اللي هي هيها بتكون دائما بين ال 4 وال 5 اللي هم البري مولرز، تمام. برضه مفيده في التخدير لما احنا بدنا نيجي نخدر. عندك كمان شو؟ عندك تورمايز، في عندك اللي هما فيرتيكال بارت، وبكونوا برانش اوف ذا بادي، بكونوا خروج من ايش؟ بروز من البادي، تمام؟ اونت وي هاف، شو في عندنا؟ في عندنا الكورونويد بروسيس، تمام؟ الكورونويد بروسيس، تمام؟ عندنا الكوندايلر بروسيس، الكوندايلر بروسيس هذا مسؤول عن الايش؟ عن التي ام جي، تمام؟ او عن اللي بنسميها تمبورومانديبيلار جوينت، او اللي هي عظمه اللي هي فك.
عندك اللي هو المانديبولار نوتش، هو المانديبولار نوتش اللي هو هيو هذا، تمام، او اللي هو بهاي الصوره اللي هو هذا، تمام. فعندك شو بعدين؟ عندك المانديبولار فورامين انترنال اللي بتكون هاي هالمانديبولار فورامين. بدي امسح لك هاي الصوره، كيف هذا اللي بتحس انه هذا، بتحس انه هذا ايش؟ حفره. هاي الحفره، نعم هي صحيح حفره، اسمها شو؟ بيكون اسمها المانديبولار فورامين، تمام. راح تلاحظ انه على المانديبولار فورامين في هذا الجزء اللي هو هذا جزء عظمي زي كانه بغطيها، تمام. فهذا الجزء العظمي اللي بتغطيها بسميها لينجولا. ليش لينجولا؟ لينجولا من لينجوال، يعني بتحسها زي اللسان هي جايه هاي العظمه، فلهيك بنسميها لينجولا، تمام. هسه شو عندك؟ بيكون اخر شيء واللي هي الانجل اوف ذا ماندبل، اللي هي هاي، تمام، هاي اللي هي الانجل اوف ذا ماندبل، اتس ذا جنكشن بتوين ذا بادي اند ذا ريماس، تمام. هسه خلصنا حكي عن ايش؟ عن الماندبل. بدنا نحكي عن البارانيزال ساينسز، او اللي هي الفتحات الموجودة أو الفراغات الهوائية الموجودة في الإسكال عندنا، تمام. So they are air containing spaces within the ايش؟ the skull bones. They are، أول شيء عندك المكزيلر ساينس اللي هي هاي الكبيرة اللي هي أكبر واحدة، تمام. It is within the body of the maxilla، يعني هاي المكزيلا هيها، تمام. So it is within the body of it، تمام. It is pyramidal in shape and it is the largest sinus، تمام. في عندك الفرونتال ساينس اللي شرحنا عنها، it is above the orbit، تمام، هي الاوربت هي above of it. عندك السفينويد ساينس اللي هي موجوده هون، بتكون خلف ايش؟ خلف الاثمويد اير سيلز. هذول الاثمويد اير سيلز عباره عن شو؟ عباره عن كوليكشن اوف سبيسز، يعني هي مجموعه فراغات، تمام. الوحده منهم بنقولها اثمويد اير سيل، تمام. and it is located in the lateral part of the ethmoid bone، تمام. فمن نرجع نعيدهم، هاي ماكسيلر اير ساينس، هاي الفرونتال ساينس، فينويد ساينس اند اند ايش؟ اند اثمويد اير سيلز، تمام. ذير فانكشن، شو هذول الفراغات الهوائيه وظيفتهم؟ اول شيء ريديوس ذا ويت اوف ذا سكال، يعني ايش؟ قلل وزن الجمجمه، تمام. الثاني اكت از ا فويس ريزونيترز، تمام، هذول اللي بيسووا ايش؟ بيسووا لك صدى لصوتك، تمام، او بيعلوا صوتك، ميك ايكو يعني بيعلوا صوتك، بخلوا صوتك اعلى، تمام. الثالث انزوليشن اوف هيت انسايد ذا نوز، يعني ايش؟ يعني يخلوا الحراره في ايش؟ في الانف متساويه وعاليه. ليش؟ لانك لو لاحظت انت لما بدك مثلا تتنفس بالشتاء، لو تنفست من انفك ما حتحس انه الهواء بارد، تمام، بس اذا تنفست من ثمك راح تحس انه الهواء بارد، ومرات ممكن يجرح ثمك حتى من كثر البرود، تمام. فهاي وظيفتهم. خلينا هيك بدنا ننهي الفيديو هون من عند الفرتبرال كولوم، عشان ايش؟ يكون الفرتبرال كولوم مع اللي تحتها محاضرة كاملة، وان شاء الله ما بتطول، يعني هذا الجزء الاكبر من المحاضرة خلصنا، هو السكالز، بضل الفرتبرال كولوم اشي صغير سريع سهل، وبيكون بخلص يعني بأقل من ساعة ان شاء الله. فبس كان معكم مجد رومان، ويعطيكم العافية.